مرة أخرى يطرح ملف الأسرى والمعتقلين على طاولة النقاشات، ومرة أخرى ينتهي اجتماع اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في مفاوضات السويد دون إحراز أي تقدم ملموس في الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين. بيان البعثة الأممية قال إن الاجتماع في العاصمة الأردنية عمان شهد نقاشات إيجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم في ستوكهولم، وإن الطرفين اتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيق الاتفاق بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم. لكن مصادر حكومية قللت من أهمية ما جرى في عمان، وأرجعت ذلك إلى تأجيل الاتفاق إلى جولة الردود على القوائم المنتظرة خلال الأيام المقبلة. وأضافت المصادر أن الميليشيا لا تزال تنكر قائمة أسماء تتضمن 232 اسماً، بينهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والقيادي العسكري فيصل رجب الذي تنكر الميليشيا الحوثية وجودهم لديها. المصدر أيضاً قال إن هذا الإنكار سيكون مطروحاً للنقاشات في الاجتماع القادم. الواضح إذن أن اتفاق الأسرى الذي سعت الأمم المتحدة من خلاله إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية مرشح هو الآخر إلى جولات من المفاوضات التي لم تختلف نتائجها عن نتائج المفاوضات السياسية.